الأمين العام للولاية ولاية الجلال، وتليها مباشرة كلمة السيد رئيس الدائرة، فليتفضل السيد الأمين العام للولاية بكلمته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، السيد النائب المجلس الشعبي الوطني المحترم، السيد رئيس الدائرة، السيد رئيس المجلس الشعبي البلدي، السيد الأمين العام، السيد قائد كتيبة الدرك الوطني، السيد الأمين الولائي لمنظمة المجاهدين، الأسرة الثورية، أسرة الإعلام، السادة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إنه لمن دواعي الفخر والاعتزاز أن أحضر معكم للإشراف على تنصيب المجلس الشعبي لبلدية الدوسن الموقر، هذه البلدية العريقة والمجاهدة والتي قدمت العديد من الشهداء لتحيا الجزائر حرة مستقلة. أتمنى لكم أنتم أعضاء المجلس الجديد كل التوفيق والنجاح في مهامكم النبيلة. وفقني الله وإياكم لما فيه الخير للبلاد والعباد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحيل الكلمة للسيد رئيس الدائرة. شكرا. بسم الله، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله، سيدي الأمين العام للولاية المحترم، السيد النائب سي عبد الله الشنيلي الفاضل، السيد رئيس المجلس الشعبي البلدي، السيد الأمين الولائي للمنظمة الوطنية للمجاهدين، السيد قائد الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني، السادة الحضور، إخواني، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أولا ودون إطالة، أريد الإشارة إلى أن المجلس الشعبي البلدي لبلدية الدوسن يتكون من 19 عضوا طبقا للقانون. بشرف السيد الأمين العام للولاية ممثل السيد شكرا السيد رئيس الدائرة. إذا بدون إطالة، وبناء على القانون 11/10 المؤرخ في 22/8/2011 المتعلق بالبلدية المعدل والمتمم، وباسم الخاص نيابة عن السيد الوالي، أعلن رسميا عن تنصيب المجلس الشعبي لبلدية الدوسن. مبروك عليكم.